طبعا دكتور مجدي يعقوب غني عن التعريف. I should say Professor Sir دكتور مجدي يعقوب الهرم الثالث بتاع مصر والرابع. And we are very, very honored to have him another time in our gathering of Egyptian Copts in the States. He is an Egyptian Copt from Upper Egypt. يعني راجل صعيدي أصيل. وبنفرح جدا إن احنا نعرف إن هو لغاية دلوقتي بيساعد كل المصريين. وتسمعوا كتير عن الإنجازات العظيمة اللي هم بيعملوها. هو الدكتور سير مجدي يعقوب. The prof does not like to speak much about his achievements, لكن his achievements always speak about him. I always say it's very hard to find a giant and a humble man, and both characters are really incarnated in his own self. So we are very, very happy to have him. Another big I will give Dr. Magdi Ya'oub and Dr. Magdi Ishaq and Dr. Joseph to speak about My Aswan. But while we are doing this, there will be about 6 to 8 people going around the corridors. I hope we will be very generous in donating to My Aswan. هتسمعوا الصرح العظيم اللي بيتعمل هناك والعمل العجيب اللي بيساعد مش بس مصر بس بلاد عربية وأفريقية كتير جدا. فأرجوكم تكونوا very generous in your donations. وإحنا بنسمع الكلام عن المشروع دوان في إخوة لينا بيعدوا بأظرف إذا كان تحبوا تحطوا أي donations. سيدنا يتكلم. سيدنا بيفكرنا أن مش بنتكلم بس على كاش لكن طبعا شيكات وكلها tax exempt. احنا حطينا الـ non-profit number في اللينك بتاعنا فكلها tax exempt. ف any checks MYASWAN. Can you please put the, it's the last slide. دكتور مجدي اسحاق متهيألي حضرتك تحب تبتدي. Thank you. It's nice to see you again. It's really a pleasure to come here and see everybody here. It's great. Come Arabic, please. Arabic. لا أنا بقول للمرة الثانية احنا شفناكم من سنة ونص تقريبا أو سنة. كان جميل جدا والواحد فخور لما بيجي ويشوف الأعداد الهائلة دي. احنا عايشين في لندن فما بنشوفش الأعداد الهائلة دي خالص يعني الصراحة دي حاجة تفرح. وطبعا انتم موجودين عشان خاطر الأنبا داوود وفرصة أبونا داوود وفرصة إن الأنبا ديفيد موجود. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن أسوان الحالية. أسوان الحالية بتقدم خدمات يعني خدمات عظيمة من حيث العلاج والأبحاث. أصبحنا دلوقتي والحمد لله بالدكتور مجدي والميديكال تيم والريسيرش وصلوا إلى مرحلة لا تقل في عظمتها وكفاءتها من اللي موجود في ستانفورد كليفلاند. صدقني لما بنعمل الأوديت بنلاقيهم بالضبط زي المراكز دي أو المراكز اللي في إنجلترا أو ألمانيا. فدي حاجة إحنا فخورين بيها. طبعا الكلام ده ما حصلش من فراغ. أسوان دلوقتي كل سنة بنصرف حاجة بتاعة 30 مليون دولار لعلاج الناس وللبحث العلمي. وصراحة سير مجدي يعقوب انسيست مع العلاج لابد يكون في بحث
لأن العلاج المبني على المعرفة والعلم والأبحاث هو اللي بيستمر وهو اللي بيتقدم باستمرار. طب إيه الفرق المرة دي؟ المرة دي بقى هنقول لكم على حاجة عظيمة جدا هتجعلكم كلكم فاخرين. الحكومة من 5 سنين ادتنا 28 فدان على نهر النيل في غرب أسوان, the west bank of أسوان. وأخيرا البورد بتاعنا اللي أنا فخور to be the vice president or vice chairman or whatever it is, قرر إن احنا نبني أسوان الجديدة. فطبعا لما قلنا نبني أسوان الجديدة أو مؤسسة أسوان الجديدة لجراحات القلب, فبنبني دلوقتي مركز هايل جدا في 300 سرير وكله القدرة العلاجية على إنه يقدر يعالج 10,000 مريض ما بين قسطرة وما بين جراحات قلب. وبعدين دكتور مجدي قال لابد اللي يصمم هذا المشروع واحد من أعظم الأركيتكت في العالم أو one of the top 10. فراح كلم لورد فوستر. لورد فوستر is a very famous architect. So they have a fantastic concept design and I would have loved to show you a picture how it will appear. هاني قال الهرم الرابع مش كده؟ إن هم في 3 أوريدي. الصراحة لما هتشوفوا المبنى ده هو بيطل على النيل هتعرفوا فعلا إن في هرم رابع بيتبني في مصر ويحمل اسم واحد من أجمل أبناء مصر اللي هو مجدي يعقوب. خلوني أشارك معكم معلومات بسيطة كده. فأول ما قلنا طيب هنبتدي نعمل ونعمل مستشفى 300 سرير وجنبها 12,200 وحدة سكنية ومحد أبحاث ما تشافش وبيك كونفنشن روم وإن شاء الله بنفتحه تبقوا تيجوا أنتوا كلكم أسوان وأبونا داوود يعمل لكم خلوة في أسوان مش كده؟ خلاص ده واحد كونفرنس روم بياخد 700 بس انتوا اكتر من 700 نوسعوا شوي. فطلعت تكاليف هذا المشروع عشان يتعمل على احدث وارقى المستويات العلمية تقريبا 450 مليون دولار. المفروض تقولوا واو ايه ده؟ بس شوي يا اثبت 450 مليون دولار. لا that's the spirit, maybe not the Holy Spirit but it's the spirit. ف we really ابتدينا في المشروع. فلما البورد اجتمع وابتدينا نناقش الموضوع في ناس قالت 450 مليون دولار الايام دي. How are we going to raise it? How are we going to raise it? It's not a small amount of money. ومش كده وبس, تكلفة العمالة في المركز الجديد هتبقى تقريبا 1,000,000,000 جنيه مصري في السنة. But this time, instead of saying, wow, write your check. فابتدينا نعمل دراسات مفصلة ودراسات علمية وجبنا مؤسسات زي مؤسسة ماكنزي وقلنا لهم تعال عايزين نقعد مع بعض وندرس. تعرفوا الشيء, هذا الحلم هيبقى واقع
بإذن الله وببركة دعواتكم في أكتوبر 2019. أنا مش هطول عليكم أكتر من كده، أكتر من أنا أقول إن أنا سعيد إن أشوفكم للمرة الثانية، وإن شاء الله بيكون في مرة ثالثة ورابعة، والمحبة دايما محبتكم دايما بتاتش ماي هارت. We would love to hear Dr. Sir Professor Magdi Aoub. So if you don't mind, I know you don't like the microphone, but if you don't mind, if you hold it. So I'm not sure which language are you yani, comfortable with. Certainly I'm not comfortable with British, so I'm going to ask you in either American or English, or Arabic. So the first question, هسأله بالعربي الأول عشان نقدر نستفيد من دكتور سير مجدي يعقوب. السؤال: ازاي حضرتك بتقدر تستمر تبقى متواضع بالرغم من كل الانجازات وكل المدح وكل الفخر اللي الناس بتدهولك عن حق؟ How do you stay humble in although you have so much achievements and so much praises? شكرا. I think the answer to that ان انا اعرف نفسي واخطر حاجه في العالم كله، يمكن ابونا يقول لنا هذا الكلام سيد، ان هو الواحد يكون مغرور. دي one of the greatest risks if one believes انه احسن من اي حد تاني، فدي خطر كبير جدا. وده مش بس انا اللي بقوله، ده معروف عن العلم، لان العلم ما هو الا اكتشاف الحقيقه. وبعدين اكتشاف الحقيقه طبعا صعب جدا، ومن المعروف جدا في العلم ان الحقيقه مش عمرنا هنوصل لها. فكل ما نوصل لاكتشاف جديد بنسميه current knowledge، ما هوش الابسولوت تروث، هي current knowledge. لو احنا افتكرنا ان احنا اكتشفنا الحقيقة فيبقى ضيعنا خالص. فدي حاجة مهمة جدا ان الواحد يفهمها من ناحية personal. انا عارف انا مين. أنا مولود في قرية في بلبيس، وتعلمت في مدارس في مصر، وأنا عارف إن أنا إيه يعني. So there is nothing special here. إنما there are a lot of special things which can be done. It's not me. It's what can be done. Which is really exciting. And أنا بشكركم كلكم على الشعور إنك أنتوا جايين النهاردة. يعني I'm overwhelmed إن أنا شايف ناس كتيرة كده، وthank you على شعوركم الجميل ده. Thank you. إنما لو رجعت للموضوع الثاني about modesty and humbleness، فده حاجة مهمة جدا. إنكو أنا أفتكر إن كنتوا مش بتكرموني كإنسان، بتكرموني علشان الإيشوز اللي أنا بمثلها، علشان الأطفال التعبانة، علشان الجهل اللي موجود، علشان lack of excellence في مصر اللي إحنا كلنا عايزين نشوف مستوى على اعلى. ده اللي انتوا بتحبوه وده اللي انتوا بتكرموه. I'm just being associated with it. ما انا الا رمز زي ما بيقولوا.
وبعدين الحاجة التانية إن كل الحاجات اللي بتتعمل زي ما سمعته من الدكتور مجدي إسحاق بتتعمل بناس زي الدكتور مجدي إسحاق اللي هو بيساعدنا جدا على تنفيذ كل الأفكار بطريقة مش معقولة، وبعدين بالشباب المصري. It's almost entirely كل اللي بيحصل في أسوان is carried out بمين؟ بشباب مصري. It's not me. I am just a symbol. I'm passing on what I know لمدة طويلة، وبعدين اللي هم بيعملوه حاجة مبدعة جدا، واللي المفروض ان احنا نشوفه في مصر ان احنا ندي فرص للشباب علشان يبدعوا. والكلمة the operative word is excellence. ما فيش حاجة أقل من excellence، وهي دي اللي مضيعانا في مصر. It's a lack of excellence. فزي ما تشوفوا ده ما كان بيقول لكم الدكتور مجدي إسحاق، التصميم في أسوان الجديدة is nothing short of excellence. It's a boulevard. It is a center for treating patients على أعلى مستوى، بعمليات جديدة، بأفكار جديدة، بأبحاث جديدة. في صورة موجودة للسنتر. It's a campus like Cambridge or Oxford with quadrangles في كل ناحية عشان الناس تفكر وأفكار جديدة. وبعدين على النيل، والنيل عظيم، حاجة مش معقولة. كان بأسوان يعني ما عرفش مين كلكم رحتوا أسوان وشفتوا قد إيه النيل جميل، وكلها المستشفى على النيل. وبعدين فوق المستشفى ومعهد الأبحاث والكونفرنس سنتر، أوض للعيانين، وكل أوضة بتشوف النيل. وبعدين في كوادرانجل عشان الشباب والباحثين من جميع أنحاء العالم، إنما من مصر طبعا لأنها في أسوان، يقدروا يفكروا ويبدعوا وتبقى equivalent or maybe better than other academic institutions like زي ما الدكتور مجدي قال ستانفورد، ديوك، MIT، the ones I know, all of these I have visited. بعدين أكسفورد، كامبريدج. We need something for مصر extraordinary at a level which is not just international but even higher, because we are at a time when we can use green energy. أسوان فيها شمس، ف we will use eco-friendly energy as well. So ده يبقى بيعالج أهم حاجة طبعا، the raison d'être اللي احنا موجودين وليه انتوا بتساعدونا، لأن في آلام كتيرة جدا للأطفال خصوصا في مصر بطريقة مش معقولة. في حمى روماتيزمية، في تشوهات خلقية، في أمراض الشرايين، حاجة مش معقولة، كلها بتأثر على القلب، ولازم دي تعالج، ولازم يكون في اكتشافات جديدة علشان المستقبل، ولازم كل ده يتعمل بمصريين على مستوى عالي جدا. فالمشروع ده مشروع يونيفاينج. ليه بقول يونيفاينج؟ لأن بيجمع الناس كلها مع بعض، لأن بيعالج الناس الفقراء، the desolate، the poor، اللي مش قادرين يلاقوا أي حاجة. وطبعا yeah I will show that and oh here we go. فال كمان بيخلي مش بس الناس الفقراء واللي هم محتاجين علاج على أعلى مستوى، بيدي فرصة للمبدعين المصريين
مصر مليانة تالنتس، بس لازم نديهم فرصة. نديهم فرصة على ايه؟ على حاجة عالية جدا. ممكن انا اوريكم المشروع هيكون شكله ايه. ف كان يشو ذات النيل فوق هنا، وبعدين اهو، وبعدين المستشفى هتكون في ثلاث ادوار هنا. يا زينة وريهم تحت الاربع ابنية الكبار دول، ودول الاربعة تحتيهم على طول في زي حدوة على النيل، ثلاث ادوار. الدور الوسطاني هو في العلاج والعمليات، وزي ما الدكتور مجدي قال في 300 سرير فوقهم. وبعدين ممكن ان احنا دلوقتي بنعمل حوالي 800-1000 عملية و2000 بروسيديرز بأسطرة. ممكن ان احنا دي تكون تقريبا 10 أضعاف كده، فدي هتبقى ضخمة جدا. وبعدين الأبحاث هتكون تحت كمان هنا، كل ده هيكون هنا. وبعدين فوقهم الأبنية دي اللي بيكون فيها المرضى، وكل أوضة هنا في الأبنية دي بتشوف النيل. وبعدين فوق الأبنية دي في حاجة زي المراكب الفلوكة، زي الشراع دي اللي عملها لورد فوستر، نورمان فوستر اللي هو معماري معروف في العالم كله. ودي تبقى زي سيدني أوبرا هاوس. وانت جاي من على النيل كده هتلاقي منظر سيدني أوبرا هاوس تقريبا. بس هو عملها كمان مش كده بس، عملها عشان الشراع ده يوفر انرجي، مش بس شكل، it is functional. وكل الحاجات دي الاكسلنس على طريقة عالية جدا، احنا محتاجين لها في مصر جدا طبعا. بس كل ده عايزين نعمله للناس الفقراء والناس اللي انتلكتشوالي اليت اللي عندهم مخ وعمالين يفكروا، والناس الشباب ده كله اللي انا شايفه قدامي لازم يكون عنده فرصة، مش كده يكون؟ ولازم الفرص دي تبقى موجودة في مصر. ليه يروحوا MIT وليه يروحوا ستانفورد؟ they can find it here، عندهم جنبهم. وفين؟ في أسوان، في حتة ناس محتاجين، في حتة جميلة جدا، في حتة قدماء المصريين ورونا ايه اللي ممكن يتعمل، وازاي نوري العالم ان احنا نقدر نعمل حاجة مش معقولة. بس تتعمل بمين؟ المصريين، الناس اللي زيكم اللي انتوا تحبذوا هذه الافكار. وانا طبعا متشكر جدا للفرصة دي يا ابونا وسيدنا، ولكم انتم على الافكار بتاعتكم وعلى الجينيروسيتي بتاعتكم. You can see that there is a lot to be humble about when you see what can be done. And I'm only but a tiny instrument في كل الحاجة دي مع الزملاء مش أنا لوحدي. شكرا. Can I hear wow? So envelopes are going around. Checks can be written to my Aswan or cash. Of course, you heard the definition of humility, تعريف التواضع من أستاذنا البروفيسور سير دكتور مجدي يعقوب. اعرف ذاتك أولا فهتتضع. بس السؤال الثاني لحضرتك يا فندم، حضرتك قلت حاجة عن معاناة الأطفال في أسوان أو في العالم، بالذات في قلوب الأطفال. إزاي بتقدر تتعامل مع الألم ومع الموت ومع اللاص
ومع الأهالي اللي بتعاني. Two questions. أنت بتحافظ حضرتك بتحافظ على نفسك إزاي من أن أنت نفسك ما تتعبش؟ وإزاي بتساعد الناس اللي مش قادر تساعدهم أكتر طبيا من اللي أنت حضرتك عملته؟ شكرا. ده سؤال excellent question طبعا. لأن في حاجتين. أول حاجة أنا لازم لما أكون بتعامل مع مريض أو مع قلب صغير أكون completely rational, completely scientific, and at that point I really have to detach myself because I have two parts almost. One is human and one is almost mechanized, that you are rational and not emotional. But you cannot forget that you are a human being وبتحب الأطفال دول. حاجة يعني بيأثروا طبعا. But at the point when you're dealing with the heart as a heart, and the heart is an incredible machine. فيها more than 100 million جزيئات وكلهم بيتعاملوا مع بعض بطريقة total harmony. لو احنا كلنا كالناس بنتعامل مع بعض زي ما بالقلب بيشتغل كنا نبقى هايلين. فلازم الواحد يحترم القلب. ويحترم الهارموني اللي ما بتسمعهوش خالص. قاعد بيشتغل ليل ونهار. ما بيشتكيش الا لما تعامله وحش جدا طبعا. زي ما احنا بنعمل وما بنخليش بالنا من نفسنا وبنشرب سجاير وما بنعملش رياضه وكل الحاجات اللي احنا عارفينها دي. انما القلب ده بيشتغل فلازم انا بحترمه جدا. انما في الوقت نفسه السؤال اللي حضرتك قلته لي ازاي بتتعامل مع humanity. ولو اني بشتغل على القلب بطريقه علميه unemotional exacting واعرف لو ايه لو كان في اي human error من اي واحد مننا لازم نعترف ان احنا دي لازم نصلحها ونعمل ايه احسن. انما في الوقت نفسه ما بننساش ان القلب ده جزء من انسان والانسان ده له احترامه وليه الهيومانيتي بتاعته. فالحاجه اللي احنا كلنا اتعلمناها ان لازم يكون في ثقه وعلاقه بين المريض حتى لو كان صغير جدا او اهله والدكتور. لان ده مهم جدا مش بس للمريض للدكتور كمان. لان لازم الدكتور يشعر ان I am a champion او trying ان انا اخدم هذا المريض مش حكاية النهاية. ففي حاجتين الإيموشنال and the human and the mechanistic. فلازم دول الواحد يفصل بينهم في أوقات معينة عشان يقدر يخدم المريض على أعلى مستوى. دكتور مجدي هسأل حضرتك سؤال كمان. كل إنسان ناجح وحياتك تمثل النجاح بيتعرض لأوبستكلز وعقائب في طريق سكة نجاحه. إزاي حضرتك بتستمر تنجح أو بتصر على النجاح بالرغم من عقبات كتيرة قد يقدمها العالم أو الناس أو المشيئات وبتستمر بتحاول وتعافر عشان توصل للي حضرتك عايزه. عايزين نعلم شبابنا من تاريخ حضرتك ازاي الواحد يبقى عنده نوع من الإصرار وازاي ان النجاح مش مفروض يقف عند العواقب. ازاي حضرتك قدرت وانا متأكد ان حضرتك عندك عواقب كتيرة قدرت تستمر في النجاح؟ ده سؤال كويس كمان.
أهم حاجة في الموضوع الواحد يكون مؤمن باللي بيعمله. I'm passionate about it. فدايماً أنا بقول للشباب اللي أنا بقابلهم أنت لازم تعرف ما هو اللي بتؤمن بيه وليه بتعمل هذا الموضوع. في حكاية الطب دي هي رسالة طبعاً, إنما لازم يكون الواحد مؤمن بيها جداً and passionate about it. وبعدين لو الواحد مؤمن بيها و passionate كل العقبات اللي حضرتك بتقولها دي, وطبعا مفيش حاجة في الدنيا من غير عقبات, ممكن انها تتقبل وتبقى ملهاش أهمية لأن في طريق قدامك. ما هو المهم؟ أنا دايما بقول الشباب اللي بيشتغلوا معايا في انجلترا أو في مصر أو في أي حتة في العالم, احنا خدمين لحاجتين, حاجتين بس مفيش اكتر منهم, طبعا ربنا فوق كل حاجة, انما الحاجتين اللي احنا هنا بنعملهم في العالم هما المريض والعلم. If you have that as a focus كل العقبات عمالة تقع في كل ناحية, لان لو الواحد is preoccupied بالعقبات او حاجات personal يبقى كل حاجة تضيع. إنما if you follow what you have to do يبقى العقبات مش مهمة جدا. والإيمان يكون من مبني على ثلاث حاجات. أول حاجة زي ما تعلمناها من حتت كتيرة الوزدم, وطبعا الوزدم دي بتيجي من حتت كتيرة عند ربنا طبعا, وكمان عند الحاجات. الحاجة الثانية knowledge, لازم يكون في علم. وثالث حاجة اللي هي understanding, لأن نفهم الناس ايه اللي بيحصل, ما هو الضعف اللي موجود في المجتمع وازاي احنا نصلحه. لو الواحد مؤمن بكل الحاجات دي and pursuing it كل العقبات ما يبقى ملهاش اي قيمة. تفضل. Mark, I just got a small thing about a young man who's a second year student and he want to come to Aswan. Let me tell you that Magdi Yaqub and the whole foundation always love and will welcome any of the young generation who are medical student or pre-med or whatever it is who want to come to Aswan, please do. For two reasons. One, we like you see what he does, and what he does is close to miracle, and I shouldn't be talking about miracle, sorry. And the second thing is really young people are the future. So please, anybody want, you have your our email, we can leave to you, you can send them to me or to Zena or to the Prof, and they will be very welcome to come. مرة سألوا نيافة الأنبا موسى قالوا له عايزينك توصف قداسة البابا شنودة في كلمة واحدة. قال لهم عملاق, قداسة البابا شنودة عملاق. وأنا أشعر أني أجلس إلى جانب عملاق كبير جدا. لكن ممكن إنسان يبقى عملاق في أمور كثيرة, لكن أجمل ما في دكتور أو سير مجدي حبيب, أقول لكم ليه حبيب, أنا بركز عليها دلوقتي, مجدي حبيب يعقوب, إن قلبه كبير قوي, قلبه كبير قوي مليان بالحب, ودي أحلى صفة في العمالقة. مرة بيقول الواحد قديس, يعني قول لنا
لهم أحلى منظر تشوفه إنك تشوف إنسان متواضع. فلما يكون كمان عملاق ومتواضع صورة جميلة نفتخر كلنا بيها. يعني أنا طبعا عرفت أن دكتور مجدي هيكون معنا النهاردة، وأنا بجانب أن أنا قاعد عشان خاطر أستفيد من المحاضرات اللي بيلقيها أبونا داود، لكن برضو قاعد علشان أخد بركة بصراحة كده، نفسي أخد بركة من هذا الرجل. وانا قاعد جنبه ببص على دي واقول هاتان اليدان اللتان عالجتا وخلصتا كثيرون من الموت وربنا صنع على هاتين اليدين معجزات دخلت في جينيس ريكورد. انتوا عارفين طبعا، اصل انا عملت المذاكره بتاعتي، عملت هوم وورك، انا ان في واحد كان الريكورد 30 سنه دلوقتي، واحد الدكتور مجدي عمل له العمليه وعدت 30 سنه بعد هارت ترانسبلانت، يعني صح ال يعني مثلا برضو مما قرأته ان عمل على الاقل 2500 عملية في القلب، صح كده ولا اكتر؟ لا 3500 زراعة قلب و 20,000 عملية قلب. خدتوا بالكم الرقم؟ يعني ال 2500 دي كانت رقم قديم، لكن هو الرقم الحقيقي 3500 زراعة قلب غير 20,000 عملية قلب. يعني لو هقول لكم عشان بس تدركوا العدد، لو احنا اللي في القاعة دي حوالي كام يا دكتور؟ لو احنا 1500 يعني قد ده، نقول مثلا بس 13 مرة ولا حاجة، ولا ب15 مرة قدكم كده، هو ب15 مرة. يبقى شوفوا قد ايه ربنا يعمل عمل كبير قوي عن طريق انسان كان امين في عمله. طبعا بلا شك ان احنا بنفتخر بان دكتور مجدي مصري، واحنا مصريين طبعا، فدي حاجة فخر لينا. يعني زي ما بنقول العذراء هي فخر جنسنا، لان ربنا اخذ منها نسوته، فبقت فخر جنسنا. كلنا بنفتخر لما يجي ملاك يكلمني، يعني اقول له خد بالك انا انسان من نفس طبيعة العذراء اللي المسيح اخذ منها جسد، انتوا الملائكة ما خدش منكم حاجة. لا انا قصدي يعني عشان تفهموا قصدي في الموضوع ده، يعني لما بنقول فخر جنسنا يعني. لكن بقول لكم ليه حبيب بقى، هو الميدل نيم حبيب، لان حبيب معناها ديفيد، او ديفيد معناها حبيب. يعني انا وابونا داود بالحب محوطين على دكتور مجدي اللي هو
الميدل نيم بتاعه حبيب، معناه ديفيد معناه حبيب يعني او المحبوب يعني. وكل دكتور، كل دكتور لما يحب كده يفكر الاسبيريشن بتاعه اللي يوصل له، يقول في يوم من الايام اكون زي دكتور مجدي. يا عوب انت هتبقى ان شاء الله لانك انت دكتور تمام. بالنسبة للدونيشنز يعني اللي بتلف، احنا طبعا انتم مش محتاجين تشجيع، لكن الانسان اللي كرس بقيت عمره لاجل هذا العمل الخيري، واكفأ شخص ممكن يقوم بهذا العمل مع فريق العمل اللي بيعمل وحده، لان لا يمكن انسان يقدر يشتغل لوحده خالص. فاقل شيء، اقل شيء اللي مش هيقدر يروح عشان يساعد عشان يشتغل بالمجهود والوقت، اقل شيء بنقدر نقدمه هو من المال. وعلى فكرة المال في عمل خير احلى بكتير من المال في البنك. المال في البنك هنمشي ونسيبه، وبعدين ربنا يقول لنا عملت ايه بالمال اللي حطيته في ايديك. فنستفيد ان احنا نساعد اخرين، لان ده عمل كبير هيستفيد منه كثيرون. فسواء العمل اللي بيقوم بيه دكتور مجدي او اللي بيقوم بيه ابونا داود، احنا اقل شيء كمسيحي مفروض ان حياتي تكون مش بس ايمان لكن عمل ايضا، ان انا اكون سخي في العطاء، سخي. وعلى قد ما هيكون حب ربنا هيكون عطائي بسخاء وبحب. فاحنا كلنا كلنا نشارك عشان ناخد بركة ونفرح بعمل كبير كلنا نفرح بيه. ولما نزور مصر وان شاء الله الموضوع يكمل، نفرح ان كان لينا نصيب ان احنا نشارك وناخد بركة هذا العمل. طبعا يمكن لما ساعات نيجي نوصف مثلا، ندي مثل في اللاهوت، في اللاهوت ازاي نشرح التجسد ابن الله، ليه المسيح تجسد وازاي اخد لبس صورة الانسان. مش عارف دكتور مجدي يكون سمع المثل ده ولا لا، ممكن ما يكونش سمعه رغم انه بيذكر اسمه فيه. يعني نقول مثلا لو دكتور مجدي في بلد من البلاد ومش ما عندوش اللايسنس في البلد دي ان هو يشتغل كطبيب او كجراح، فيلبس ثوب ممرض. هو طبعا ممكن ما يسمحلوش برضه، بس المثل كده عشان التشبيه يعني، يلبس ثوب ممرض ويخش حجرة العمليات كممرض علشان يشارك في العملية بصفته هو، بس يعني لابس واحد ممرض. فابن الله عشان يخلصنا، وهو ابن الله الحقيقي الكامل في لاهوته، اتخذ صورة العبد اللي هو صورتنا عشان يتمم الفداء. فانا عايز بس بذكر القصة دي ليه، علشان من كتر ما دكتور مجدي يعني محبتنا ليه بنشرح بيه اللاهوت يعني. انا ساعات اقول بقى ايه، احنا ازاي نطمن ان حياتنا في ايد ربنا. فاقول احنا لو احنا مثلا هناخد الطيارة، وتبقى انت بتخاف، في ناس منكم بيخافوا من الطيران مش كده، يقول لك طب افرض انت عرفت ان الطيار، فاكرين اللي هو نزل في الهاتسون ريفر وكله نجا، لو انت عرفت ان ده الطيار هتبقى مطمن ان ايه، ان الطيار ده شاطر. او لو حد قال لك مثلا في محتاج عمليه في القلب، ده ممكن يجي لك هارت اتاك قبل ما تعمل. بس افرض حد قال لك ده دكتور مجدي يعقوب اللي هيعمل لك العمليه، هتقول لا، اذا كان دكتور مجدي يعقوب هتبقى ايه، مطمئن.
وبرضو نشرح بقى مبدأ ايه، اشعر ان حياتك في ايد المسيح فهتعيش مطمئن. شفت بقى بيستخدموك في الشرح اللاهوت والروحيات يعني. على العموم انا فرحان جدا، و كتير قوي وانا ماشي يقولوا لي ممكن ناخد صوره معاك، بس انا عمري ما طلبت من حد اخد صوره معاه، فممكن اخد صوره معاه. اخد سيلفي يعني. انا فرحان ان انا اتعرف بدكتور مجدي اسحاق، اول مره الحقيقه نتقابل، لكن شرف ليا وبركه. نعم، اما انجيلوس حبيبي اخويا، كنا في نفس الدير طلعنا خدمه سوا. انا على فكره عشت في انجلترا مع نيافه الانبا ميسائيل من سنه 95 ل 99 في برمنغهام، واسس يعني كان وقتها بدانا خدمه في منطقه نوتنغهام، و99 بقى جيت هنا الى وقتنا الحالي لغايه ما قدست البابا تودروس اسس ايبرشيه نيويورك ونيو انجلاند في نهاية سنة 2013. بس هقول لكم حاجة بقى سوربرايز، وانا بعمل البحث بتاعي عن دكتور مجدي كويس فكرتني، عيد ميلاده مع يوم تجليسي 16 نوفمبر. 16 نوفمبر اليوم اللي اتجلست فيه هو عيد ميلاد دكتور مجدي. ربنا معاكم، وبليز بليز يعني رجاء نكون اسخياء يعني، انتوا انا عارف الظرف عدى، نعديه مره تانية يمكن الكلمتين دول يشجعوكوا اكتر.